واخده. انا معاكي انت على الهوا، ايوه يا دكتور، انا مع حضرتك. خليكي معايا على التليفون مش التلفزيون يا رغده. طيب تمام حضرتك، انا كنت محروقه قبل كده و الف سلامه. من امتى الله حبيبتي؟ يسلم، من شهرين ثلاثه، اها، وبعدين؟ وكانت شوربه مكبوبه عليا وكده، وكانت اتحرقت والجلد نفسه ساح لما الشوربه اتثبت عليا ايوه. ايه يا رغده؟ في الكتاف ومن عند الثدي كده. ايوه. انت و عمرك كام سنه يا رغده؟ انا 22 سنة. تمام، احكي لي وبعدين عملتي ايه بقى؟ حضرتك انا غيرت عليها وكده، بس الاثار لسه موجودة. انا كنت لسه عروسة في شهر 9، مبروك. فالاثار برضو لسه موجودة، فانا عايزة اعرف ايه اللي ضيع الاثار دي. طب معلش والنبي يا رغده، نرجع لورا سنه. انت اول ما حصل الحرق في ساعتها عملت ايه؟ هو كبيت عليها محلول، محلول ايه؟ محلول ملح. اه. طب برافو، انت شاطره اهو، يعني عملتي الموضوع ده. قعدتي ايه تعملي؟ وش يعني، غسيل كده على المنطقه نفسها؟ تمام. هو كان وشي كمان، بس وشي الحمد لله ما فيش طب حاجة الحمد لله، دلوقتي. قدر ولطف. تمام، كويس قوي. وبعدين بقى توجهتي يعني المستشفى او كلام زي ده ولا ايه؟ ايوه تمام. وابتدوا ساعتها يعملوا لك غيارات، صح؟ بس بقيت احط ميبو حضرتك شاطره شاطره، ودرمازين. كويس كويس، تمام. قعدتي تستخدمي، هم يعملوا لك غيارات صح كده، ولا عملتوا غيار تمام. بس مره وخلاص؟ عملت غيار مرة واحدة ولا اتكرر الموضوع؟ لا اتكررت كتير، غيارات كتيرة. وحصل التئام كامل للجرح ولا او منطقة لا الحرق لا يعني لا لا بشكل لا، عام؟ هو كل غيار كانوا بيشيلوا الجلد اللي كان بيبقى موجود من فوق. اه تمام. وبعدين التئم بعد قد ايه بقى ولا لسه ما التئمش؟ حضرتك هو لسه الآثار موجودة، بس يعني لسه. الآثار غير الالتئام. بصي يا رغدة، أنا بتكلم إن هو حرق في الأول بيبقى زي طري كده وني، ابتدى بعد تمام. كده يلتئم. التئم امتى؟ قفل خالص حتى لو في اثار لسه. لا هو من التأم قبل، من قبل شهر 9 كده يعني، هو تهيألي قعد معايا شهرين طيب خلينا نقول والتأم. دلوقتي احنا شهر 12 وانت بتقولي الموضوع كله من شهرين ثلاثة، فانت الحرق ده كان تمام تاريخ امتى تقريبا؟ تقريبا كده. هنقول شهر 8. ممكن شهر طيب 8 او في نص 7. طيب تمام، تابعيني دلوقتي يا ماما وانا هشرح لك ايه الوضع. رغده بتتكلم طبعا، والف سلامه عليكي. يعني موضوع الحرق ده ربنا يا رب يعافي كل الناس ومحدش يتعرض ليه، بس طبعا دايما بنقول ناس تخلي بالها قوي قوي يا جماعه وهي بتتعامل مع اي مواد كيماويه او مواد سائله فيها درجه حراره عاليه، او حتى اللهب او الكهرباء او كل ده. ان للاسف الحروق بشكل عام من الحاجات اللي احنا بنقول عليها لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، برضو العلم ما وجدش لسه الوسيله اللي ممكن يضيع الحروق تماما، اكنها ما حصلتش الا في الدرجات الايه الخفيفه قوي منها، الدرجات الاولى. اما لما بتطور الموضوع، ومن الغالب من وصف رغده كده ان هي كانت ما بين درجه تانية ممكن درجه ثالثه لو اعلم، برضو يبان الكلام ده اكتر في الكشف، الا ان هي استخدمت وعملت حاجه كويسه جدا. ودي رساله لكل الناس اللي بيتعرض لاي حاجه حارقه، سواء مثلا سائل الكب عليه، يا ريت موضوع ان انا احط تلج دي كارثه، موضوع معجون سنان كارثتين. اهم حاجه في الموضوع ان احنا ننزل تحت دش، ننزل تحت دش ميه فاتره، ميه يعني ايه تكون يعني فيها بعض السعيه لكن مش جامده، وتعمل بنسميه راننج ووتر، يعني تاخد الميه وتنزل، تاخد الحراره وتنزل، ما يبقاش في كونتاكت لدرجه حراره بارده قوي ممكن تعمل حرق بشكل اخر. ما هو دي صدمه للجلد، ما الحرق ده ممكن يكون عن طريق حاجه زي التلج، وممكن تبقى عن طريق حاجه زي النار، سواء درجات الحراره الكبيره قوي اللي هي ممكن تبقى منخفضه جدا او عاليه جدا، الاثنين دول يعملوا حروق. فبالتالي هي عملت حاجه كويسه، وعملت برضو موضوع الغيارات عن طريق الايه استخدام، مش هنتكلم في اسم المرهم، من اكتر المراهم الكويسه للحروق. لكن في الاخر لازم الموضوع ده يقيم تاني يا رغده، وما ينفعش التدخل في اللحظه دي. دايما نقول خلاص اللي حصل حصل، وعملت غيارات لغايه ما الموضوع التئم. ممكن بعض الحاجات نستخدمها كريمات وكده، لكن مش هينفع فيه تدخل جراحي لو احتاجنا قبل مرور سنه من اللي حضرتك تم ليه يعني الموضوع ده. بس ممكن بعض العلاجات اللي تستخدم عشان ما يحصلش تليف قوي للجروح، ويبقى المنطقه نفسها بارزه، ويبقى لا قدر الله تعمل حاجه اسمها كونتراكتشر، فنخلي المكان نفسه يبقى فيه اعاقه في النمو بتاعته، فبالذات عشان عند حضرتك كان في منطقه الصدر بتقولي، وممكن الرقبه، فالحركه نفسها بتاعت الرقبه منطقه الصدر يحصل فيها مشكله. فمن هنا بنحتاج ان احنا دايما الدكتور يبص على الحالات دي. بعض الحاجات اللي ممكن نستخدمها دهانات، ممكن حاجات تتحقن في المنطقه دي، ممكن لبس معين بيتلبس ليها، بحيث ان احنا نوصل لاحسن نتيجه خلال فتره السنه دي كلها، ونبص ونعيد تاني تقييم الموقف بعد مرور سنه، هل هتحتاجي لاجراء تدخل جراحي؟ لا.